لنقل أن لدي مثلث، هذا هو مثلثي هنا. أنا أعلم فقط طول أضلاع المثلث، هذا الضلع طوله A، هذا الضلع طوله B، هذا الضلع طوله C، ومطلوب مني أن أجد مساحة ذلك المثلث. حتى الآن ما لدي هو فكرة أن مساحة area المثلث تساوي نصف ضرب قاعدة المثلث base ضرب ارتفاع المثلث height. إذن طريقة رسمي لهذا المثلث، قاعدة هذا المثلث سوف تكون الضلع C، ولكننا لا نعرف الارتفاع. الارتفاع سوف يكون H هناك، ولكننا حتى لا نعلم ما هي H. إذن هذا سوف يكون H، بالتالي السؤال هو كيف نجد مساحة هذا المثلث؟ إذا كنت قد شاهدت آخر فيديو فسوف تعلم أنك تستخدم صيغة هيرون، ولكن الفكرة هنا هي محاولة إثبات صيغة هيرون. إذن دعونا نحاول أن نجد H من الأساس باستعمال نظرية فيثاغورس، ومن هناك إذا عرفنا H يمكننا تطبيق هذه المعادلة وحساب مساحة هذا المثلث. بالتالي لقد سمينا هذا H. دعوني أعرف متغيرا آخر هنا، دعوني أعرف، وهذه عبارة عن حيلة تراها كثيرا في الهندسة. دعوني أعرف هذه X، وإذا كانت هذه X باللون الأرجواني فإن هذا اللون البنفسجي سوف يكون C ناقص X، صحيح؟ كل هذا الطول هو C، كل القاعدة هي C، بالتالي إذا كان هذا الجزء X فإن هذا الجزء هو C ناقص X. ما أستطيع عمله الآن بما أن هاتان زاويتان قائمتان، وأعلم ذلك لأن هذا هو الطول، يمكنني صياغة معادلتين من نظرية فيثاغورس. أولا يمكنني أن أعمل هذا على اليسار، وأستطيع أن أكتب أن X تربيع زائد H تربيع يساوي A تربيع. هذا ما حصلت عليه من المثلث على اليسار. ثم من هذا المثلث على اليمين سوف أحصل على C ناقص X كلها تربيع، C ناقص X كلها تربيع زائد H تربيع يساوي B تربيع. بالتالي أنا أفترض بأنني أعلم A B و C، لذلك لدي معادلتين بمجهولين اثنين، والمجهولين هما X و H، وتذكر بأن H هي ما نحاول إيجاده لأننا نعلم C، وإذا علمنا H نستطيع تطبيق معادلة المساحة. إذن كيف نعمل ذلك؟ حسنا، دعونا نعوض لـ H لإيجاد X. عندما أقول ذلك فأنا أعني بأنه دعونا نجد حلا لإكس تربيع هنا. إذا أوجدنا حلا لإكس تربيع هنا نطرح فقط إكس تربيع من الطرفين، نستطيع كتابة بأن إكس تربيع نستطيع أن نكتب أن H تربيع تساوي A تربيع ناقص إكس تربيع. ثم يمكننا أخذ هذه المعلومة ونعوضها مكان H تربيع. إذن هذه المعادلة السفلى تصبح C ناقص X كلها تربيع زائد H تربيع. ونعلم من المعادلة على الجانب الأيسر أن H تربيع سوف تساوي، إذن زائد سوف أكتبها بهذا اللون، إذن A تربيع ناقص X تربيع يساوي B تربيع. لقد عوضت فقط قيمة هذا هنا وقيمة ذلك هناك. الآن لنوسع هذه العبارة أكثر،
سي ناقص إكس كلها تربيع هي سي تربيع ناقص 2 سي إكس زائد إكس تربيع، ثم لدينا ناقص A لدينا زائد A تربيع ناقص X تربيع يساوي B تربيع، لدينا X تربيع وناقص X تربيع هنا، بالتالي يلغيان بعضهما، هذان يلغيان بعضهما البعض. دعونا نضيف على طرفي المعادلة 2 سي اكس. الآن المعادلة سوف تصبح سي تربيع زائد اي تربيع زائد اي تربيع. أنا أضيف إلى الطرفين 2 سي اكس، إذا أضفت 2 سي اكس لهذه تحصل على صفر. 2 سي اكس زائد بي تربيع، كل ما فعلته هنا هو أنني قمت بحذف اكس تربيع ثم أضفت إلى طرفي المعادلة 2 سي اكس. هدفي هنا هو إيجاد حل لأكس. عندما أجد حل لأكس أستطيع حل اتش وأطبق تلك المعادلة. والآن لحل اكس دعونا نطرح بي تربيع من الطرفين، بالتالي سوف نحصل على سي تربيع زائد A تربيع ناقص B تربيع سوف يساوي 2 CX. وإذا قسمنا الطرفين على 2 C، C تربيع زائد A تربيع ناقص B تربيع على 2 C يساوي X. فقط أوجدنا حل لأكس. الآن هدفنا هو إيجاد الارتفاع حتى يمكننا أن نطبق نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، ولعمل ذلك نعود إلى هذه المعادلة هنا وإيجاد حل للارتفاع. دعوني أنتقل قليلا إلى الأسفل. نحن نعلم أن الارتفاع تربيع، الارتفاع تربيع يساوي A تربيع ناقص X تربيع. بدلا من كتابة X تربيع فقط لنعوض هنا، إذن هو ناقص X تربيع و X هي هذا الشيء هنا. إذن C تربيع زائد A تربيع ناقص B تربيع على 2 سي كلها تربيع، هذا كله هو نفس اكس تربيع، نحن فقط اوجدنا حل لذلك. إذن اتش سوف تساوي الجذر التربيعي لكل هذا الشيء هنا، سوف ابدل الالوان، وهو A تربيع ناقص هنا C تربيع زائد A تربيع ناقص B تربيع على كلها تربيع. دعوني أكتبها بطريقة أفضل من ذلك، لا أريد الجذر التربيعي، أريد أن أتأكد أنه لدي مساحة كافية لA تربيع ناقص كل هذا الشيء هنا تربيع، C تربيع زائد A تربيع زائد B تربيع ناقص B تربيع كل ذلك على 2 C، هذا هو ارتفاع المثلث الذي بدأنا به في الأعلى هنا. دعوني أقوم بنسخ هذه ولصقها فقط حتى نتذكر ما نتعامل معه. أنسخها ثم دعوني ألصقها بالأسفل هنا. إذن لقد لصقتها بالأسفل هنا. إذن نحن نعلم ما هو الارتفاع، هذه معادلة كبيرة ومعقدة. الارتفاع بدلالة A B C هو هذا هنا، فإذا أردنا إيجاد المساحة، مساحة المثلث، دعوني أعملها باللون الوردي.
مساحة أريا المثلث تساوي نصف ضرب القاعدة، والقاعدة هي كل هذا الطول سي ضرب سي ضرب الارتفاع. ضرب الارتفاع وهو هذه العبارة هنا، دعوني فقط أقوم بنسخها ولصقها بدلا من أن أعيد كتابتها من أول. إذن دعوني أنسخ وألصق. إذن ضرب الارتفاع، بالتالي هذا هو عبارة عن المساحة. الآن يمكنك القول أن هذا يبدو مشابه جدا لصيغة هيرون وأنت محق. إنها لا تبدو مشابهة كثيرا لصيغة هيرون، لكن ما سوف أبينه لكم في الفيديو القادم أن هذا أساسا هو صيغة هيرون. هذه نسخة من الصعب تذكرها من صيغة هيرون. سوف أطبق الكثير من الجبر حتى أبسط هذا إلى صيغة هيرون، لكن هذه تعمل بشكل صحيح. إذا استطعت تذكرها أعتقد صيغة هيرون أسهل للتذكر، ولكن إذا استطعت تذكرها وتعلم فقط A, B و C فعليك أن تطبق هذه المعادلة هنا، وسوف تحصل على مساحة المثلث. إذن حسناً دعونا فقط نطبق هذه حتى نبين أن هذه على الأقل تعطي نفس الرقم كما صيغة هيرون. إذن في آخر فيديو كان لدينا مثلث وضلعيه هما 9، 11، و16 ومساحته باستخدام هيرون كانت تساوي أريا تساوي 18 ضرب الجذر التربيعي لسبعة. دعونا نرى على ماذا نحصل عندما نطبق هذه المعادلة هنا. بالتالي المساحة هي نصف ضرب 16 ضرب الجذر التربيعي، الجذر التربيعي لأي تربيع وهذا 81 ناقص لنرى سي تربيع وهي هنا سي 16 وهذه 256 زائد A تربيع وهذا 81 زائد 81 ناقص B تربيع بالتالي ناقص 121 ناقص 121. كل هذا الشيء تربيع، كل هذا على 2 ضرب C، كل هذا على 32. لنرى إن كنا نستطيع تبسيط ذلك قليلا. إذن 81 ناقص 121 هذا يساوي ناقص 40، بالتالي هذا يصبح 216 على 32، بالتالي المساحة هي نصف ضرب هذا يساوي 8. دعوني أبدل الألوان. نصف ضرب 16 هو 8 ضرب الجذر التربيعي ل 81 81 ناقص ناقص هنا 81 ناقص 121 هذا يساوي ناقص 40، و256 ناقص 40 هو 216. إذا 216 على 32 كلها تربيع. الآن هناك الكثير من الحساب هنا، لذلك دعوني أحضر الآلة الحاسبة. أنا في الحقيقة فقط أريد أن أبين لكم أن هذان الرقمان يجب أن يعطينا نفس الرقم. إذن لنشغل الآلة الحاسبة، وبداية لنحسب ما هو 18 ضرب الجذر التربيعي لسبعة. 18 ضرب الجذر التربيعي لسبعة هذا ما حصلنا عليه من هيرون، نحصل على 47.62%. لنرى إذا كانت هذه 47.62%. إذن لدينا 8 ضرب الجذر التربيعي لواحد وثمانين ناقص 216 216 مقسومة
على 32 كلها تربيع، ومن ثم نغلق الجذر التربيعي ونحصل على نفس الرقم تماما. لقد كنت قلقا في الحقيقة، لم أقم بهذه الحسابات في وقت مبكر، فربما كنت قد ارتكبت خطأ، لكن هنا لديك نفس الرقم تماما، بالتالي معادلتنا قد أعطتنا نفس القيمة تماما كما صيغة هيرون. ولكن ما سوف أعمله في الفيديو التالي هو أن أثبت لكم أن هذا يمكن حقيقة أن يختصر جبريا إلى صيغة هيرون.